أولا أشكر اللجنة على تقريرها المحايد، ثانيا ما ذكره ممثل هذا البرلمان المحتل الغاصب يمثل أخطر أنواع الإرهاب وهو إرهاب الدولة، هذا ما يمثله هذا الغاصب. وأنا أقول له في هذه الثواني ينطبق عليه المثل المعروف عالميا، إن لم تستح فافعل ما شئت، عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من هذه القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة بالعالم. اخرج الآن من القاعة إن كان لديك ذرة من الكرامة. يا محتل، يا قتلة الأطفال،